باس انترنت ليوم واحد ليلة أسبوع أو شهر إلى غاية 15 جيجا ب500 أوقية فقط. موف موريتيل، عالم جديد يناديكم. سيدي محمد المحمد شاب عصامي صاحب مشروع مشاوير توك توك. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعينا تواتر في برنامج مجرد سؤال. بداية عرف المتابعين عليك. المتكلم سيدي محمد المحمد، مواليد الفين، وعندي المشروع الحمد لله اللي عدت اللي هو مشاوير توك توك. الحمد لله شاكر سلمى والحبالة على هذه الدعم اللي عدل لي إذا الله خيراً، على بشار الإعلان اللي عدل اللي هو إسحاق الفاروق وياسر من الناس شفتوا داولتوا على مواقع التواصل، وشاكرهم من هذا المنبر. خلاقة في نواكشوط والله الداخل. أنا خلاقة في نواكشوط ورابي في نواكشوط. كملت تعليمك؟ أنا تعليمي كنت نختار نكمل قال واجع بظروف الحمد لله سمحت عقبت خسرتها واندمجت في العمل مجال العمل 2016 الحمد لله. خشيت مجال العمل. قاري في المدارس العمومية ولا الخصوصية؟ أنا قريت في العمومية والخصوصية اثنتين. عندك فيسبوك؟ أنا والله من الفيسبوك، والله من الفيسبوك مولين اللي دائما تخش. تابع لايفات؟ والله تابع لايفات المنصة والتواتر والرؤية هاسم القنوات. تعدى اللايف؟ أنا ما أنا الله ما نعدى المصر. إيش تستخدم من التطبيقات الأخرى ما هو فيسبوك؟ أنا استخدم لا فيسبوك ولا واتساب ولا إنستغرام تخش شوي. متذكر أول رمضان صمت ومن دراية كانك سلكت نهارك الأول؟ أول رمضان صمت عندي نهار 2013 ونهار الأول قطعني ما كملته. تقد تقول إن نهارك في رمضان شكيفه من مع الصباح إلى الليل؟ الله نهاري في رمضان ما شاء الله دائما نوع 10-9 ونطلع ولله الحمد فيه الحمد لله قاعد شقله ونختار نعدل الناس كاملة هم ما نحس بالعطاش والأجوة. عييتي حكمك وقت الفطور عن توصل طلبية؟ الله دائما قاعد دائما تقليلي دائما يكردني وقت الفطور لحق طلبية. وش تعدل؟ دائما انت تلاحق طلبية دائما من هذا اللي قابل عند الطلبية يعطيني بلاش شمن التمر نقطع بيه في الطريق ونطرح طلبية نعود نقيم مع الدار. هل لقيت صعوبة في استخراج وثائقك الرسمية؟ أنا ما الله دائما نسحب تواقد عيت الجبار العراقل شوي في الحالة المدنية كيف تعلي نتيت الجليل نسحب كتاب أخلاق ولا نسحب مستخرج دائما نجبر الزحمة. شنو هو رأيك في الحركات السياسية الشبابية في موريتان؟ شباب شفت ياسر من الشباب مندمج في مجال السياسة بارزين زين لا عمل مولي. أنت منتسب الحزب سياسي ولا حركة شبابية؟ أنا ما أنا الله ما قط منتسبت أي حزب ولا أي حركة شبابية. قطيت شاركت في وقف احتجاجية ضد الأسعار ولا المطالبة بالحقوق الأساسية؟ ما أنا الله دائما نشتغل ما لكن نوع أنا ما نصيب له يعني أصل الحق. من منين جاتك فكرة مشروع مشاوير توك توك؟ فكرة افتح مشروع جاتني في سابق رمضان ب 15 يوم تقريبا عدلتها بي اللي الناس دائما تركب معي الواحد يقول لك انا دائما نختاركم انتم تعدلوا لي الكرسيات والله نختاركم انتم تعدلوا لي الطالبية دائما قاعد طالبية دائما اصل من اهلهم وشفت المشروع زين ناس رغبة علي زين وشفت الجانب ملي واحدة فيه تشتغل فيه قلت الحين خلاص نجربه عدت له لافيته ودرت عليه من الوراء وعدت له إعلان والحمد لله نجح الحمد لله عدت تواصل مع الناس كاملة عدل لها خدماتها التوصيل من كورسات إلى آخره. من درى كان الأسرة والأهل دعموك وشجعوا مشروعك؟ والله الأسرة ما كانت زينة عندهم من الأول قرر زينة عندهم التالي. أنا أصلا كانت عندي أصلا تاكسي مان أصلا كانت عندي جولف سيري ترى كل حاجة عرفني واشتغلت بها زمن وشريت 190 أتلا ماشي نزال ولله الحمد عقب بي ظروف عقب تبعت ذيك ديصان أول عائلة على له الحمد لله بعت ذيك ديصان بي الأحوال الدين اللي علي وخلصت وعدت منه مشروع شهر الشامي غير أني مشيت شهر الشامي ما زيان عندي حتى مشاع نهلي وبقيت فيه ورجعت لهم بعت مشروع ذهم ورجعت هنا تياها عقبت لاد مولانا ذيك الفضل اللي كانت عندي كاملة زقلتها في أمور نحن بعض واندمجت جيت لشركة توك توك لهم الله خيرا ودعمونا حتى ما طعمنا توك توك لشقله إلا الحمد.
ذا اللي تدخل من الفضاء ياك كافيك. الله ما شاء الله، ذا اللي دخلني كافي مو كافيني أنا، كافي رجاج اللي تابع له توك توك وكافيني أنا الله. علاش موحد تسعيرة النقل والمشاوير بين كافة المناطق على الرغم مع أن المسافة ما هي واحدة؟ كرسيات هم اللي بلف وخمسمية، وطلبات توصيل هم اللي بلفوقية، وطلبات توصيل دائما نعود رجاجة كي نقول نحن على سبيل المثال هون قريبة في عين الطلح والله المشروع والله دار الباكة والله الأكسر والله تفرغ زينة نجولوا طلبيته ما جينا لرجاج جبناها لباطة بسرعة، وبما أن في سجوني ذيك والله في وحدي دائما نقبل بفصاجة واعدين به اللي مسافته بعيدة يقار ذيك للفوقي أنا معدلها لا نختار لا حسب ظروف الناس، دائما الناس اللي تعود عنده لا الفوقية لا تجنين على ذيك البلايس دايب ذيك الفوقية لا على أساس نقبل بفصاجة واعدة في الطريقة قال ما نتخطى بالضبط النقطة اللي فيها هو. شن هي طريقة التعامل مع الزبناء اللي دوروك تشري لهم شي وتوصلوا لهم؟ والله انا عندي وسيله دفع، عندي وسيله دفع بنكي وعندي كاش، كي زاد التلفون اللي رجاج عنده طلبيه يسوي هي شنو يتصل بيا ويقول هالي ويمشيها لي على واتساب ونعود انا ذاك رجاج ومشي لي رقم الرجاج ونعود ذاك رجاج اللي عنده طلبيه قايس وانا لين يجي نقبع عنده طلبيه لين نعطيه سوق الطلبيه اللي توافق معها على الراجل اللي جاي من عنده والله رجاج اللي جاي من عنده نعطيه سوق طلبيته ونعود الطلبيه نمشي نوصلها للرجاج اللي كان متواصل معي ونجيبها له ويعطيني باش الباوت للطلبية ويعطيني كرسي الفوقية. من درايا كانك تعرضت لهجوم وضغوطات من المجتمع بسبب هذه المهنة؟ والله واجهت ياسر حتى من الانتقادات، ياسر من الانتقادات في مجال في تاكسي ومجال مولي اللي عدل الحركة قال ذاك أنا ما نصنت له، ما أنا من الناس اللي صنت له، عندي أهمي واحد فيه ونعرف أهميته وأرأي الناس ما خرصته قاع. شن هي أكبر صعوبة تواجهك يوميا في عملك ضرك؟ أصعب شيء واجهني يوميا في شقتي سيركيلاسيون والناس اللي نعود ماشي نلاحق لهم طلبية عيات تعدونهم زين ولا يقولوها لي، وواحدة تقول لي أنا ما عند باب الدار جيني عند الدار عود أنا فرص علي من خشيك الزهر عود بعد دائما نوقف توك توك فهم نمشي مقوطر واحد ذاك رجاج بي لا ما نبقي خشي الزهر ونمشي مقوطر قايش لاحق له طلبيته ونرجع لتوك توك. أكثر نوعية من الطلبات توصل عادة؟ أكثر طلبات دائما نوصلهم اللي هما دائما إكسسوارات العلايات كي لباتي اللي عندهم الملاحف اللي عندهم الأمساك أمور نساء كاملة واللي دائما نجبر توصيلاتهم أكثر شيء نجبر الأدوية دائما ما شاء الله تبارك الله من أول نامس ما شاء الله عاد قاع أكثر عندي طلبيت الأدوية وحتى عندي صيدليات فرر اللي هون كذا اللي عند بانا بلاش يبال للناس انضر وواحدة شركة رفرة خمسة ولا ستة كلهم عندي أرقامهم على واتساب طلبية كاملة جاتنا على واتساب مشيها لصيدليات ستة ولا سبعة مشيها لهم على واتساب شي كامل منهم عنده ذاك الدواء يجي لايك عنده قيم وعده. شنو مصدر تمويل المشروع؟ توك توك لا حد دونه لرجاج أنا لا حد اللي نشتغل فيه قبل الفكرة طبقتها أنا ومعدلها أنا فيه وذاك رجاج لاحقوا ذاك اللي لاحقوا لاحق لي انا مولي لاحقني علي دخل يومي نعطيه الحمد لله مستفاد هو مستفاد انا مولي. من درايا كانك تتخمم تستقل وتعود بسيارتك خاصه بيك؟ والله نختار حتى يعود عندي توك توك لي انا ملكي ونختار قاعد بصفه عامه نختار نكبر مشروعي حتى باللي نعرفه ونختاره حتى. في حالة كثروا عليك الطلبات شو تعدل؟ والله في حالة كثروا علي الطلبات دائما انا شفت انا ليش اخسر رجاج واحد وإني كثر علي الطلبات دائما نعتذر لهم أواجعة ومن يامس من يامس والله ونامس قابض رجاج معايا مولي نمشي له طلبيات بلا مقابل كي زاد الناس اللي التلفن اللي دائما نعطيها نمشي له رقمه التلفن اللي هو نعطيها رقم الكليان اللي بتلفن اللي عود يمشي عدل الكورس بدون مقابل ذيك الليلف اللي هو أنا ما فيها لي من هالشي غير لا شيء خدمة معدلها للزبون ما نختار نخسر الزبائن اللي متصلين بي. من درايا كانك قطيت طرحت ملف عند وكالة تشغيل الشباب الدور دعم المشروع؟ والله وزارة تشغيل الشباب طرحت عند ملفات قال ما واجه ما استقبلهم الله ما خرصوهم أحد منهم. قد قدمت في مشاريع وزارة التشغيل والشباب اللي تعلن عنهم كيف مهنتي ومشروعي مستقبلي؟ أنا مشكلة دائما الإعلانات اللي تقدم الوزارة دائما ما قد نجي فيهم به الحمد لله عائلة على الأهل ما قد يغسل ليش من الوقت
مجالي كامل دائما وقتي كامل لا بخصول الشغلة يعني صايب المهم يجي نختارها ما قدر نجيهم باللي ما عندي ظروف قدر نجيهم بها. عاقب لك تجي للطب؟ أنا الطب ما حمد ربي ماني من الناس اللي دائما نجي للطب. طب ما قضيت حمد ربي شاكر. قطعت عدد في عملية واحدة مصران زايد 2016. شنو تقييمك المستوى خدمات الأطباب اللي عييت تجيهم؟ خدماتك ساعة ما مزينين. قال الحمد لله الوضع ماشي تحسن. شنو رأيك في قانون تباعد الصيدليات؟ قانون تباعد الصيدليات ما هو زين عندي بعد. قطيت تبرعت بالدم؟ والله ده قط تبرعت بيه بعد دائما قاعد تبرع بيه الحمد لله. قطيت تطوعت في واحدة من الجمعيات الخيرية؟ جمعية دائما باسمه أمل دائما نحولها شيء على بنكيلي. شنو تقييمك العمل الجمعيات الخيرية في موريتان؟ عمل زي ما شاء الله ما شفت ليش زي ما شاء الله خاصة قاعد هذه الصفحة اللي طارية اللي هي صحة الأخبار صفحة ما شاء الله ملي زينة. أهل الدار عندهم سكن مالكينو؟ والله الحمد لله عندهم سكن مالك. أين تعدك بتخرف ولا دقيطة؟ أجي من قيطة نخرف مدالي صل من 2015 والله 16 والله 16 مدالي. أهل الدار بعد كل السنة يقيطنا قرنا ما يسمح لي ظروف قد نقيطة. من هو الفنان والله الفنانة الموريتانية اللي يطربك؟ يطربني دائما يطربني فنانة منى من دندني تعلبتها قارني تعلب ذاك حمزة برين. الموسيقى العالمية تصنت لها؟ دائما صنت له زهير صنت له سعد المجرد ياسر قاعد اصلا دائما هوايتي قاعد اغنى العرب نور زين وسيف عامر وياسر الفنانين نختار اغنى. تقول لغنى والله الشعر والله تحكيهم؟ طلع خالق عندي قافون دائما انا اصلا من الناس اللي يبغيته ولا نبقي حد يصب لي شوي دائما عندي قافون نقول له يصب لي حد شوي بعض نقول له تفوب توي وتفوب شوي وتفوب الصباب اللي يصب شوي. تبغي ترجع لمرحلة معينة من عمرك ياك تغير فيها شيء؟ والله نبغي نرجع لمرحلة من حياتي ياك نحدد ايش. شنو؟ نختار كنت نرجع للزمن الأول ديك ساعة ونكمل فيه قرايتش. موقف طريف تتذكره من طفولتي؟ عندي موقف ديك ساعة ما حدني في زعتر ديك ساعة حدا كوميساريا زعتر قطع أنا عندي صاحبي مستقرين قالوا حمود قطع خالته كانت تصلي قدام الدار وأنا هو اللي فوقنا لعبه ولاد ملاك ساعة رفعته من فوق الدار وطاح على طاح على خالته تصلي قدام طاح على رأسه قبل سيك الحمود. وجبتك المفضلة في رمضان؟ وجبتي المفضلة في رمضان دائما لا طاجن الجوك. تابع مسلسلات رمضان؟ دائما أخرص سلسلة تاكسي الكوميدية وخرص مدينة مسلسل العائلة. قطيت سافرت خارج موريتان؟ أنا ما نظل لا موريتان. قط جيت البلد ما هو نواكشوط؟ إن شاء الله قط قست ياسم البلد قط قست العيون قط قست المواذيب قط قست أطار الزوارات قط قست روسو قط قست تيقنت قط قست ماسر ما شاء الله هذا كامل بعد قست العيون عود ترانسبورت ماشي نطرح مدة. شن هي البلايدة اللي زيانت عندك؟ الزيانة بلايدة جيتها 2018 مشي هون مكريفة في ندوية شارع العيون وراء بلاصة وراء العيونين قاعدة فوكس 30 كيلو من الزيرة وطلعت سوق الزيرات المانعين تميت نتعاصر معهم لين الحقت وراء الطريق اللي جايين احنا داخلين منها وراء مثنتين وخشينين احنا معدوني يدي هي بتشينا فيها الزيرة المانعة وقريق فهم اللي عدق العودين يجي تردى شارعين عدنا وفينا من الحفلة يعني عدنا راجعين خضنا على طريق ما شاء الله فتبارك الله تحتك الربيع وزرورتك فرد الله الربيع ان شاء الله منظر زين حتى وذيك ساعه بالليل والناس فراتها مانعين وان شاء الله شفت الاخضار مزيان عندي حتى والماء. تبغي ترجع لها؟ والله الا نبغي نرجع لها نبغي حتى. اغرب سؤال قط انطرح عليك؟ قط طرح لي واحد سؤال انت هذه ديك ساعه عندي ديك ساعه عندي 190 انت الوتة من شاريها لك قطعا قطر عليك ساعه واحد ما يجد علي انا وتوتي. سؤال كنت أتوقع نطرحوها عليك ولا عدلناها؟ سؤال حول قضية تختار الدعم تمويل. هل تطلب الدعم لمشروعك؟ والله إلا نبقي نجبر الدعم نبقي نجبر تمويل نوسع بها مشروعي طالبنا الدولة لا رجال الأعمال تدعمني في المشروع. سؤال طرحناها عليك ما كنت أتوقع. سؤال موقف طفولة. اسحب
تسحبوا أموالكم من وكالات بنكيلي أو أي صراف آلي BPM. بنكيلي، بنكي فيتي. ألو، أنا حاجة اللي زي ما نقرأك ساعة محضرة أم القرى ومحضرة راهي وراء واد الناقة تقريباً بسبع كيلو واد فيري عندي نوال عشرة. كنت نختار القراية في هميتك ساعة وقريت عدل إني مضيتك ساعة عندي نقرية من عشرة أيام. لك ساعة صيرت جاني واحد وصرق من صندوقي وعد عقبت حلمت بي وطلعت شهر وشهر صندوق والكستوني ذا وعقبت ردني قال هالمرابط والمرابط جاني ودرك نفسي رسل لك ساعة. عبد الياسم العلال ذاك تلفنت والدك ديك ساعة سبحان الله لك اللي طلعت فيها تلفنتني وقلتها له تميت ماني عارف اذا هو الوالد جاي والوالدة ديك ساعة في المحضرة وقبلوني ساعة من المحضرة وردوني للمخشب. هذا البول كنت من الناس اللي عشاقته دائما اللعب. كنت حاجة ديك ساعة زمانك ساعة 2007 2008 ديك ساعة نشر البول ديك ساعة نشر الواعرم ديك ساعة نشر عندنا 30 بولية ديك ساعة ودائما يجوا الناس اللي كبار مننا يلعبوا معاه تخرطنا ونقوموا نفكوا ديك ساعة. هذا كيف ما المرابطون منتخب الوطني مشجعينه حتى ومعاه دورتهم ان شاء الله ومعاه مشجعينه حتى على هذه البطولات اللي عدل اللي تأهل عليهم. هذا خالد هذا وزير تشغيل الشباب طالب السيد أحمد رجل طيب خلوقي شفناه دعم ياسر من الشباب القارئ. احنا بعد ما عجبنا الفرصة اللي نقدموا بها مشروعنا له ولا نعرف ذاك كانوا منه من السكريتي والله من المشروع ما هو زين عند طالبينهم بعد لا توصلهم الرسالة عنا نختاروا أن عندنا مشروع هنا تشياء ولله الحمد ناجح ونبقيه هوايسي نختاروا الدعم كان نعدلوا ولاني من الناس اللي من الناس اللي ماني قابل قلة العمل ولاني قابل الخسارة ولاني قابل ياسر من الأمور اللي واحدين فيهم الشباب أنا ماني فيهم دور نشتغل عندي مشروع معدل دور لقمة عيش لي ولأهلي تعود حلال ما فيها لي شحرام وتو شاكرا. هاي وزير الصحة وزير أدر إجبار ياسر من العقبات في كورونا. أنا بعد السياحة المشكلة الوحيدة اللي شفت فيها في القرار اللي قبل مشكلة تبع الصيدليات كنت نيتو خام من داره تجبر حداك ذي الصيدليات فرلا ربعة قريبي منه اللي ما تجبر عندك تجبر عندك بعد السياحة غارك عادوا بينهم مسافة بعيد حتى أتنين ما تجبر ديك تركب تاكسي بعد ذيك الأخرى وهذا حقيقة ما هو زين عندنا صيدليات حد متباعدين حتى كنت لاني ما تجبر الدواء تأخذ من طب مثلا ما اجبرت الدواء تقيسك الصيدلي ما تجبر عنده تقيسك القاري جهه تقيسك القاري هنا تحقوا تجبر ورك عادوا متباعدين طب عادوا بعيد منه حتى مد تلاود لك تركب له تاكسي والله تود عندك وتتنقل فيها واحد ونحن قاعد هذا اللي اشتغل في خدمات توصيل دائما قاعد جابر منه ياسم العقبات نعود نمشوا مسافه طويله ياك نقيسوا ذيك ونقيسوا ذيك. من هذا المنبر شاكر منصة التواتر وشاكر المدون يسلموا بالحبالة وإسحاق والفاروق وياسر من الشباب اللي دعمونا في هذا المشروع اللي عدلنا والناس اللي تفاعلت معنا في سيركيلاسيون ياسر من الناس اللي جبرت باط تشجعني وطلعوا لي وحدهم واللي من الخارج يشجعونا. ومن هذا المنبر أنا داعي الشباب عنهم يخلوا عنهم الكسل ويخلوا عنهم القعاد في الدار ويخلوا عنهم الاتكال على الأهل عنهم لي يدبروا لهم شغله ويخلوا عنهم تخومي في الشغلات يعرفوا عن العمل كامل عمله كله شرف
وخلوا عنهم القعاد، يعرفون القعاد ما هو مزيلهم شيء. وشكرا.